الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فنستأنف هذا اللقاء المبارك مع كتاب الله، نواصل مع سورة الواقعة، ونختم هذا اليوم بإذن الله سورة الواقعة، ونستمع الآن إلى ختام السورة، ثم أقف مع ما تيسر بإذن الله، وأيضا هناك في آخرها إن بقي معنا وقت وقفات علمية تتعلق بالقرآن الكريم، لأن هذه الآيات ستتحدث عن القرآن الكريم، فلعله يتيسر شيء من الوقت بإذن الله أتحدث فيه عن هذا الكتاب العظيم، عن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما لن تضلوا إن تمسكتم به، كتاب الله. نستمع الآن إلى قراءة الشيخ إمام الحرم ماهر المعيقلي، ثم أبدأ في الحديث عن هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. بعد أن ذكر تلك الأمثلة ومحاورة الكفار لإقامة الحجة عليهم بالبعث الذي ينكرونه، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، فختمها بقوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. هنا معنى أيها الأخوة، نحن في التدبر ليس في التفسير، إلا عرضا يأتي التفسير. فسبح باسم ربك العظيم، ما يمكن أن تأتي هذه الآيات في هذا الموقع إلا لدلالة عظيمة جدا. فسبح باسم ربك العظيم، أي تأمل مع كل هذه الأمثلة والحقائق اليقينية العلمية المشاهدة لهم، مع ذلك لا يؤمنون، ومع ذلك لا يستجيبون. فهنا يقتضي أن ننزه الله جل وعلا وأن نعظمه. فسبح باسم ربك العظيم. العظيم سبحانه وتعالى في حلمة على هؤلاء، العظيم في إقامة هذه الأدلة حتى لا يكون لهم حجة يستدلون بها على، أو يدعون أنهم لم يعلموا عن البعث. فتسبيح الله جل وعلا في مثل هذه المواضع له دلالة، وسبقا أشرت وأشير في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله.
وأنا أتحدث عن سورة يوسف قبل سنوات وقفت الحقيقة هنا، مجيء فسبحان الله هنا لها دلالة. لما يقول، لما ينسبون الولد إلى الله ويقول الله سبحانه وتعالى فسبحان الله، واضح الدلالة، لأنه كيف تنسبون الولد إلى الله جل وعلا؟ وترد أحيانا وهي ظاهرة، لكن هنا وفي سورة يوسف مثلا تحتاج تأمل تدبر. كيف؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله، أي أن هذا هو الطريق الذي رسمه الله، وهناك فئات وهم أغلب البشر يأخذون غير سبيل الله، فيجب أن ينزه الله جل وعلا عن صنيعهم، كما أنه ينزه عن نسبتهم الولد إلى الله أو البنات إلى الله أو أي نسبة فيها الافتراء على الله، يكون مقام التنزيه والتسبيح أيضا ينزه الله جل وعلا ما يفعل، وخاصة اليوم أولئك الذين يحكمون بقوانين الطاغوت. سبحان الله، هذه شريعة الله، هذا منهج الله، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا واتبعني وسبحان الله. فيعظم الله هنا لأن أولئك صدوا وأعرضوا وتركوا الطريق الصحيح، فيعظم الله جل وعلا هنا ويسبح الله وينزه أنه بريء منهم ومن مسلكهم ومن طريقهم. وانظروا الواقع اليوم، حتى كثير من الدول الإسلامية والعربية تطبق القانون الوضعي، فحقيقة هذه مشكلة واقعة. فهنا اقتضى التنزيه، هنا أيضا بعد أن بيّن وأقام هذه الأدلة على البعث والنشور وأخذها قالوا بالترقي ابتداء من النطفة، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون أم نحن الخالقون، ثم أفرأيتم ما تحرثون، ثم يأتي بعض الحرث السقي، والحرث والزرع يحتاج إلى سقي، ثم النار التي يطبخون بها ما يحصلون عليه، فهي حتى مرتبة يقولون ترتيبا عقليا. فلما بينها وانتهى قال فسبحان فسبح باسم ربك العظيم. هنا السر، هنا المكانة، أنك تقول ما أعظمك يا رب، سبحانك يا رب، مع كل هذه الأدلة والبراهين القاطعة، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يبقون على تكذيبهم. والصحيح هنا أنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوا. الجاهل يعلم، لكن المشكلة المكابر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أن حقيقة كل هذه القضايا لماذا؟ ظلما وعلوا تكبرا. فهذا يقتضي مقام التنزيه وتسبيح الله جل وعلا، وأننا نبرأ من طريقهم. فسبح باسم ربك العظيم سبحانه وتعالى. لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. وإذا نحن في الركوع نقول سبحان ربي العظيم، ونقول في السجود سبحان ربي الأعلى. وهنا أن ليس مجرد اللفظ مع أهمية، هو استحضار تسبيح الله جل وعلا. ولذلك يأتي في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، اتباعا للسنة واستحضارا لعظمة الله جل وعلا وتعظيم الله جل وعلا. ثم بعد ذلك يبدأ في هذا المقطع الذي قرأه الشيخ، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هنا فلا أقسم أيها الأحبة إذا جاءت في القرآن فالمراد بها أقسم، وليس نفي القسم، لأن البعض قد لما يرى فلا أقسم أي لن أقسم، لا، وهذه لغة من لغة العرب، والدليل على أنه قسم في الآية نفسها وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فأكد أنه قسم، وقسم أيضا عظيم هذا القسم.
وورد في سور كثيرة: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد. قالوا إنه إذا كان الأمر عظيما أدخلت اللام هنا، أي كأنه يقول هل الأمر من وضوحي وبيان نحتاج إلى قسم؟ لكن أقسم، ونبحث عن جواب القسم بعد ذلك. فلا أقسم بمواقع النجوم. الله جل وعلا يقسم بما شاء، يقسم بنفسه: فلا وربك لا يؤمنون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، ويقسم بما شاء من مخلوقاته: والفجر وليال العشر والعصر والشمس وضحاها، كلها أقسام. فالله جل وعلا يقسم بما شاء، أما المخلوق، أما الإنسان، فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله جل وعلا. لا يقسم بولي ولا بنبي، كما يقع في بعض البلاد الإسلامية يقسمون بالنبي والنبي، هذا باطل. ويقسمون في بعض البلاد بالعباس كالرافضة. هناك أقسام، كان المشركون يقسمون باللات والعزى لأن آلهتهم، لكن المسلمين اليوم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو إلههم، وإنما هو نبي مرسل، ومع ذلك يقسمون به، وهذا لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، كانوا يحلفون بآبائهم، فيقول عمر رضي الله، قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا ذاكرا ولا آثرا. التزام مباشر، لأن كانت من عادات الجاهلية من باب تعظيم الآباء يقسم بأبيه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وأيضا عن ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. الطواغي المقصود الطواغيت، لأنهم يعظمون الطواغيت. فخلاصة الأمر أن هذه الحديث كلها تدل على تحريم القسم بغير الله، وعلينا أن نعظم الله جل وعلا، ومن وقع في ذلك فعليه أن يتوب، ليس له كفارة إلا أن يتوب وأن يستغفر ويرجع إلى الله جل وعلا. وهذا مما يبين أنه يجب علينا أن نعظم الله وأن نعلم الجاهل، لأن البعض يكون ورث هذا كعادة أو غيرها. وأنا أذكر موقف أعجبني قبل قرابة 40 سنة، كنا في مطار الرياض القديم، وكان فيه ازدحام شديد، والناس يريدون أن يسافروا في الصيف، وخاصة العاملين في التعليم وغيره انتهى، فيسافرون إلى أهله. وكان مثل ما نقول الصف يعني طويل جدا. الموظف رجل بسيط، موظف الخطوط، فوقف فوق الماصة وقال: يا أخوان نظموا أنفسكم، الفوضى ما تصلح. ما كان فيه الكمبيوتر كما هو اليوم، يعني كان فيه طرق كتابة اليد. فأخ من دولة عربية يبدو أنه كان في جنب الصف وليس في داخله، فيقول له الموظف: ارجع وراء، يعني خذ طريقك في الصف. فقال: والنبي أن هذا محلي. قال بعد أيضا: تحلف بالنبي لن تركب الطائرة، تحلف تشرك هنا الآن وتبغى أن يركبك الطائرة. يبدأ كاد يبكي المسكين: والله ما قصدت، وهذا على لساني، المقصود كان درس لكل الواقفين، لموظف ما قال أنا لست طالب علم ولن يسمع منه، وأمام الناس. وكان الرد قوي جدا، يعني هو المسكين ينتظر، ما عنده استعداد، يتأخر شوي، فكيف يحرمه من الرحلة؟ طبعا هو لم يحرمه من الرحلة، لكن أراد أن يعطيه درسا. فحقيقة من عنده علم فليبلغه، وخاصة في أمور العقيدة.
لكن لا يدعو الإنسان إلا بعلم، هذه هنا قاعدة. بعض الناس تقول لماذا لا تدعو؟ قال أنا ماني عالم. صحيح، لا تدعو بجهل، لكن ما علمت فدعو، بلغوا عني ولو آية. لأن مشكلة يا أحبتي مثل هذه الأشياء التي يكون فيها نوع من الشرك، ويقسمون ببعض الأولياء أو بالأنبياء أو بعض الصحابة، إذا تركت سرت لأولاده. والحمد لله الآن تغير الوضع، حتى في تلك البلاد التي كان يحدث فيها تغير الآن مع العلم والدعوة إلى الله جل وعلا، وجود الإعلام الذي ينقل هذا الأمر. فإذا يقول الله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم. سبحان الله، لا يقسم الله سبحانه وتعالى بشيء إلا لحكمة. لماذا هنا الإقسام بمواقع النجوم؟ تأملت آية في سورة النحل: وبالنجم هم يهتدون. فذكر العلماء هناك اشتراك في النجم وبين القرآن، لأن الحديث عن القرآن: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم، فهو يتحدث عن القرآن. قالوا: أولا، النجم فيها دقة متناهية في طلوعها وخروجها ومسيرتها. قال: وكذلك القرآن في دقة متناهية، لا يناقض بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا. أيضا الثبات، هذه النجم التي ترونها هي التي كانت منذ آلاف السنين، وهي التي تبقى ما بقيت السماوات والأرض. فإذا أيضا القرآن يركز على الثبات: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فكما النجم وبالنجم هم يهتدون، ما كانت عند الأجهزة الموجودة اليوم، فكيف كانوا خاصة في البحار كان طريقهم ودلالتهم هي النجم، يعرفون القبلة عن طريق النجم، يعرفون الطريق عن طريق النجم. ونص الله جل وعلا على هذا المعنى: وبالنجم هم يهتدون. والقرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فكما أن النجم تدل على المسير في طريق الدنيا، فالقرآن يدل أيضا على المسير إلى الله جل وعلا، وهو الهادي فيه. أيضا أن النجم فيها رجوم للشياطين كما في أكثر من آية في القرآن، ورجوما للشياطين في سورة الصافات وسورة تبارك. والقرآن فيه يرجم هؤلاء رجما من هؤلاء المشركين والمنافقين بالسياط، ولك تسمى سورة براءة، يعني سورة نعم براءة تسمى سورة العذاب، وتسمى سورة الكاشفة لأنها تعذب المنافقين عذابا شديدا حيث فضحتهم، وتسمى سورة الفاضحة. فكل هذا من التلازم، ما لو جلسنا نحدث المقارنة طال بنا الزمن، ولكن إشارة. إذا ما جاء القسم هنا بمواقع النجوم في الحديث عن القرآن إلا لمزيد من البيان والإيضاح وهداية الناس. ثم يقول أيضا بعد ذلك، يقول سبحانه وتعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. الكريم من كل شيء هو الذي فيه الحسن والبهاء والجمال والغلاء، فالقرآن كتاب كريم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هنا سؤال: هل يجوز القسم بالقرآن؟ إن قصدنا القسم بذات المصحف بالمطبوع فلا يجوز، لأن هذا مخلوق أوراق مغلاف. إن قصد بالقرآن هو آيات الله فإنه يجوز. طيب، هل يجوز أقول أقسم بآيات الله؟ نسأله نقول: ماذا تقصد؟ هل تقصد الآيات الكونية الشمس والقمر والنجوم؟ لا يجوز، لأنها مخلوقات. إن قصدت بآيات الله القرآن فهو كلام الله فيجوز، لأنه يجوز القسم بأسماء الله وصفاته، فتقسم بالعزيز
وبعزة الله وبجلال الله وبكرم الله وبالكريم وبالعزيز وبالرحيم. فيجوز القسم بأسماء الله وصفاته، فهنا يجوز القسم بآيات الله إذا قصد بذلك هي الآيات المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض يقسم بآيات الله ويخلط في الأمر، فالآيات الكونية لا يقسم بها لأنها مخلوقات، أما الآيات التنزيلية التي نزلت فيجوز القسم بها لأنها كلام الله، وكلام الله صفة، فالله متكلم، ومن صفة الكلام يجوز القسم بذلك. وإنه لقرآن كريم، نعم كريم عزيز. وإن شاء الله قلت لكم إن تيسر شيء من الوقت فأقف مع شيء يتعلق بالقرآن وآداب القرآن وأحكام القرآن، هذا إن تيسر، وإلا أسأل الله جل وعلا أن يستر في لقاء آخر. الكريم كما قلت لكم هو النفيس والغالي. لما أرسل علي رضي الله تعالى عنه، لما أرسل معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال إياك وكرائم أموالهم، لما تأخذ الزكاة منهم لا تأخذ أطيب شيء ولا أردى شيء، يأخذ المتوسط. ولذلك فلينتبه الإنسان إذا أراد أن يأخذ من أحد شيئا ألا يأخذ من أطيب ما عنده. أما المعطي الواهب فأفضل أن يعطي أفضل ما عنده، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والإنسان إذا كان عنده كلما غلي الشيء ارتفعت قيمته كهدية، فهذا ما يتعلق بالقرآن. فالقرآن كريم، كريم لأنه من عند الله جل وعلا، كريم لأنه من عند الله جل وعلا، كريم لأن قراءة حرف بعشر حسنات إلى ما لا حدث هذا كرم، الحسنة إلى عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى كما تعلم أضعاف كثيرة. كريم في إصلاحه للقلوب، فتأثير القرآن إذا قرأناه بتدبر وتأمل كريم وعظيم في إصلاح القلوب. كريم في أنه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فلا شك الإنسان لو عالجه طبيب من الأطباء مع أنه يأخذ أجره يحبه لأنه أخلص في علاجه وشفي، فكيف بالقرآن؟ فهو كريم، فهو علاج للأبدان أيضا كما في نص القرآن، وأيضا فهو كريم بدعوة الناس إلى الهدى وهل مجرى. إنه لقرآن كريم يستحق درس كامل، يستحق درسا كاملا، يستحق محاضرة لبيان هذا الكرم. كنت في زيارة لأحد الأخوة في عنده مدارس عظيمة جدا في ماليزيا، شخص يحمل شهادة الطب والشريعة من الجامعة الإسلامية والطب من أستراليا، فيقول نعلم الطلاب كل يوم نأتي لأنه وجدت كتب المئة العظماء. قلت ما تقصد بالمئة العظماء؟ قال اخترنا مئة شخصية من النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، كل يوم نعطي صفة. فطبعا جاء هذا من باب العرض، قال لما جئنا للشيخ ابن باز رحمه الله احترنا أي صفة نأخذ، هل نأخذ علمه، هل نأخذ حلمه، هل نأخذ كرمه، وبدأ يعدد. فما بالك إذن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك بأبي بكر وعمر رضي الله عنه، أبو بكر الذي يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فالقرآن كريم، كريم في كل شيء، يكفي أنه كريم، سخي يدلك على الخير يهديك، مؤنس لك في الدنيا وفي القبر، يشفع لك يوم القيامة. إذا أقبلت على القرآن كنت من أهل الله الذين هم أهل الله وخاصته، من يحصل له هذا الأمر؟ إنه لقرآن كريم. فليس هناك تعبير عن القرآن أعظم من هذا التعبير. ومع ذلك كم من الناس معهم القرآن ولا يحسون بكرمه ولا يستفيدون بكرمه ولا يهتدون بهديه، تأتيهم المشكلات العظمى يبحثون يمنة ويسرى وهو بين أيديهم، كما مر معنا في هجر القرآن أن عدم الاستشفاء بالقرآن
سبب لحل المشكلات. الإنسان إذا نبه مشكلة ذهب يمينا وشمالا يبحث عن حل، والحل بين يديه في القرآن، فهو كريم. فإذا نفهم القرآن عندما نقرأ، وهذا القسم إنه لقرآن تأكيد بالإن واللام، إنه لقرآن كريم. فوالله أيها الأحبة أعجز أن أعبر عما في نفسي تجاه هذا الكتاب العظيم الذي هو في صدوركم، سواء كان كاملا أو بعض في بيوتكم، يعني عندك الكرم كله الحسي والمعنوي، سبحان الله وتتألم. فأنا أقول سبحان الله، نعم، أن الله أنزله لكل هذه الأشياء، ويقسم سبحانه وتعالى ويبين أنه ويؤكد أنه كريم، هذا جواب القسم طبعا. فلا أقسم بمواقع النجوم، وجواب القسم إنه لقرآن كريم، ومع ذلك لا يستفيدون من هذا الكلام، لا يؤثر في بيوتهم، بل هناك من يناقضه في معاصيه وآثامه. تجد أناس يعلقون المصحف أو لوحات ويعصون الله عندها. بعض العلماء يرى أن هذا من الخوض في آيات الله. سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن تعليق المصحف، يعلق بالسيارة، يعلق في بيته، قال هذا لا يجوز وليس بمشروع، القرآن ما أتي به من أجل أن يعلق، كم ترتكب عنده من المنكرات. قد تجد صاحب السيارة يعلقه يقول للبركة، وهو يشغل الأغاني ويغتاب، هذه إهانة، ما لا يجوز. ولنا وقفات بإذن الله أن تيسر مع هذا الموضوع. إذن إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. أكثر المفسرين على أن المراد باللوح المحفوظ، فأصل القرآن كان في اللوح المحفوظ، ثم نزل بجبريل إلى السماء الدنيا، ثم بدأ ينزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع والأحداث. فتساءل المشركون لماذا لم ينزل جملة واحدة كما في سورة الفرقان، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك. فلما ينزل حسب الوقائع، حسب المشكلات، حسب الأحوال، يكون فيه تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابة للتساؤل. فهو نزل منجما أي مفرقا على حسب الوقائع والأحداث في 23 عاما ينزل يربي الصحابة، يدل على هذا الهدى. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب، هذه يجوز الوقوف عليها، فيه هدى للمتقين. وممكن أن نقف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأشير وأؤكد مثل هذه الأشياء السانحة التي قد لا تدخل مباشرة في موضوعنا على أهمية علم الوقف والابتداء. كم يحزن الإنسان إذا صلى خلف بعض الأئمة حافظ كتاب الله، صوته جميل، لكن لا يجيد الوقف والابتداء، وهذا خلل كبير جدا. فمعرفة الوقف والابتداء سهل، حتى تتم الجملة، والعلماء اعتنوا بهذا الجانب. فالشاهد أن هذا هو القرآن في كتاب مكنون من الكن والحفظ له، لا يمسه إلا المطهرون. هذه الآية ما المراد بها؟ هنا لا يمسه إلا المطهرون، إن شاء الله سنقف مع حكم مس المصحف بدون طهارة، ومن الحدث الأكبر والحدث الأصغر سأجتهد أن أخصص الوقت له اليوم إن شاء الله بعد انتهاء السورة. لا يمس إلا المطهرون، هل اللام هنا ناهية أو نافية؟ إن قلنا إنها ناهية أي إياكم أن تمسوه إلا وأنتم مطهرون، وإن قلنا إنها نافية فإنه نقول دليل على الواقع والخبر. نعم، لا يمس المطهرون حقيقة، وفرق بين الإنشاء والخبر. والصحيح أنها نافية وليست ناهية، لأن هذه الآية في الملائكة أنهم لا يمسون اللوح المحفوظ، وقيل هذه الكتب التي معهم إلا وهم، لأنهم هم الطهرون،
أما القول أن المقصود به أنه نهي أنك لا تمس المصحف إلا طاهر فهذا القول ضعيف، بل قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين لولا أن بعض كتب التفسير ذكرته لأعرضت عنه لأنه قول ضعيف أن المراد به القرآن. واستدل على ذلك بقوله لو كان المراد به أنك لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر لكان لا يمسه إلا المتطهرون وليس المطهرون، المطهرون هم الملائكة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولنا كما قلت مزيد بيان في هذا بإذن الله. فالشاهد أنه لا يراد به في هذا الموضوع القرآن، والقول من قال بذلك من المفسرين فهو قول ضعيف. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ يعني بعد كل هذا الحديث عن القرآن المداهنة لأعداء الله، وما أكثر أولئك الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل لهم، ثم قال في الآية بعد مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. فهناك من بني إسرائيل يبيعون الفتاوى بيع، والآن الرافضة يعطون سكوك لدخول الجنة وهي سكوك دخول النار. هناك من المسلمين من يداهن، فالله سبحانه وتعالى يعاتب هذا العتاب الشديد. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ بعظمة القرآن مجاملة للكفار. وفرق بين المداهنة والمدارات، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، مر معنا في العام الماضي والذي قبله، ودوا لو تدهن فيدهنون، هم جاهزون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم يفاوضونه نعبد ربك سنة وتعبد ربنا سنة. فنزل قل يا أيها الكافرون هذه الآية التي سورة كالسواعق، ويختمها من أشد آيات القرآن التي نمر عليها ما ننتبه لها إلا القليل من فتح الله على قلبه، أسأل الله أن تكونوا منهم، لكم دينكم واليدين، لا مجاملة، أن تقول الحق. المداهنة موجودة اليوم، موجودة في كثير من بلاد المسلمين، وتجد هناك من يفصل الفتوى كما تفصل الثياب، بينما ابن القيم يؤلف كتابه العظيم يكفي عنوانه، عنوان هذا الكتاب يكفي، إعلام الموقعين عن رب العالمين. والله لو قيل لشخص وأسند إليه وزير من الوزراء أو أمير الأمراء أن يوقع عنه، لتجد قبل كل توقيع يحتاط، يخشى أنه يقول شيء ليس على مراد الوزير أو مراد الأمير فيرتجف، يخاف، لأنه يعرف ماذا يحدث لو أخطأ أو زيف التوقيع. فابن القيم يقول عن العلماء إعلام الموقعين عن رب العالمين، أنت ما تكلمهم عن فلان وفلان، هم يأخذون منك على أنك تفتي من عند الله. فهنا يقول أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، هذا استفهام استنكاري وشديد في هذا الجانب، تنزيل من رب العالمين، فهو نزل من عند الله جل وعلا، محله الأخذ والصدق والإخلاص. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني يعتبرون الرزق الذي هم فيه برهان على صحة ما هم عليه من تكذيب. تعرفون الحديث الصحيح الذي لما صلوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم على مطر نزل من السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله، نسأل الله أن يمطرنا بفضله ورحمته، نسأل الله ويجعله بركة، مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكون، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكون. سؤال وجواب،
طيب ما هل يقول طيب إذا جاء النجم الفلاني نزل المطر؟ في تفصيل. إن قصدت أنه علامة يعني مع التجربة، مثل ما نقول أكثر ما يكون المطر في الشتاء ويقل في الصيف، ولكن يقولون سحابة صيف، لا العلامة نادرة وما تطول وأثرها قليل. الذين يدرسون مواقع النجوم، جعل الله جل وعلا هناك مواسم في الأبراج كما هو معروف تكون وقت للمطر، فإن قصد أنها وقت فقط فلا حرج، وإن قصد أنها هي السبب، يعني أن هذه النجم هي التي بسببها ينزل المطر، فهذا لا يجوز. هنا مؤمن كافر بكافر، مطرنا بنوع كذا. فإن قصدت الظرفية مطرنا بنوع كذا أي بوقت كذا فهذا لا حرج، أما إن قصد مطرنا بنوع كذا أي أن هذا النوع، أن هذا النجم، النوع هو النجم هو الذي أنزل المطر، فهذا والعياذ بالله كفر، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلهذا يبين الله سبحانه وتعالى ويصحح هذه العقائد، لأنه مع كل أسف الكفار يرون ما ينزل فيهم من رزق أنهم دليل على ما تستحيل، وهذا فتنة. الآن بعض أبناء يسافرون للغرب ويجدون، أو بعض الشرق والغرب يجدون كالبلاد التي فيها الأمطار وأجواء معتدلة والنباتات، يصابون بفتنة. انظر، نعم انظر، هؤلاء وهم كفار كما تقولون، يقولون عندهم الخير وعندهم وعندهم وعندهم، ونحن أحيانا نكون في القحط والجد. هذا يذكرني بقصة معروفة لابن حجر، لم تخني الذاكرة، كان راكب، كان قاضي في مصر، كان راكب على فرس أو جمل، فاعترض له يهودي، رث الهيئة، ضعيف فقير مسكين، قال له يا شيخ، يعرفونه، أنتم تقولون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، قال نعم هذا حديث، قال طيب الآن أنا كافر في رأيكم يهودي، وانظر حالتي وفقري والحالة اللي أنا فيها بؤس، وأنت مؤمن مسلم، أنت في أبهة ومركب، وكيف أفهم الحديث؟ قال له هذا اللي ترى بالنسبة لي هذه النعمة تعتبر بنعمة الآخرة والجنة إن أكرم الله بها سجن، كأنني في سجن، وأنت هذا البلاء اللي أنت فيه بالنسبة إذا مت على كفرك ودخلت النار تتمنى هذه الحالة فهي جنة بالنسبة لك. قال أهكذا؟ قال نعم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حقيقة هذا أسلوب المناقشة، يعني البعض يحتار. الآن الكفار هؤلاء لا تساوي شيء، وهي فتنة. ولما جاء عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ورآه قد نام على حصير وأثر الحصير في جنبه بأبي وأمي، وقال له هؤلاء الكفار من الفرس والروم ينامون على الحرير، أنت رسول الله أكرم الخلق على الله تنام على حصير؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القياس غير صحيح، هذه لهم الدنيا ونحن لنا الآخرة مهما كانت أحوالها. ولذلك لما قال إبراهيم عليه السلام وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال من هو الذي قال؟ قال الله، ومن كفر في الدنيا يرزق الله المؤمن والكافر. فإبراهيم كانت دعوته أن يكون الرزق للمؤمنين فقط، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم، حصرها للمؤمنين، فقال الله ومن كفر، فأمتعه
فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار بئس المصير. نعم، كل الدنيا لا تساوي شيئا، كأنها لحظة. يقال ورد أثر أن نوح عليه السلام في آخر عمره بعد أكثر من 950 سنة في قومه، قيل ماذا تقول في الدنيا؟ قال كأنني دخلت إلى غرفة لها بابا، دخلت مع باب وخرجت مع باب. مع أن عمره يعني الذي نعلم 950 سنة جلس في قومه، وبعد أن ذهب لا نعلم كم بقي، تعدى الألف في هذا العمر المبارك، وكأن غرفة دخل مع باب وخرج مع باب. وهذا الواقع، كل منكم بس يفكر قليلا بما مضى من عمره، 30 سنة، 20 سنة، 40، 50، على حسب العام، كأنها لحظات. إذن كم بقي؟ الله أعلم. فلذلك هنا هذا الموقع في هذه الآيات، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ثم يعود مرة أخرى للإقناع، إقناع عجيب. يقول فلولا إذا بلغت الحلقوم، والمقصود هنا الروح، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. سبحان الله، بعد كل الوسائل السابقة والأدلة الدامغة والحجج والبراهين، يعود مرة أخرى ليثبت لهم البعث والنشور. كما قلت أن محور السورة من أولها تدور على هذه القضية، من أولها حتى تختم فيها، هذا محور سورة الواقعة. فيقول فلولا إذا بلغت، أي الحلقوم، فهو معلوم من السياق، عفوا الروح، فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم. لماذا قال الحلقوم ولم يقل المري الذي يقطع عند الذبح؟ قال العلماء الحلقوم هو محل النفس، والمري محل الدم، ولذلك إذا جاءت وفاة الإنسان ويقولون بدأت روحه تخرج من أسفل إلى أعلى، فإذا وصلت الحلقوم وقفت فمات، وعلم أنه أدركه الموت، بخلاف الدم ليس هو المراد هنا. وفائدة أخرى، حججت عام 1406 مع مجموعة من الإخوة، جاءوا من أمريكا، هم عرب لكن يدرسون في أمريكا، منهم طبيب عراقي متخصص في البهائم في الأنعام، فذكر لنا فائدة جميلة جدا. يقول ما تلاحظون أنكم إذا ذبحتم الذبيحة أنك ما تقطع رأسها كاملة، إنما تقطع حلقوم المري وتبقي، يبقى عرقان في الأخير. قلنا إلا هذا معروف. قال تدرون ليش؟ كيف أثبت العلم الحديث هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ قال إذا قطعت بدأ الدم يخرج، يخرج من القلب، فيرسل القلب رسالة إلى المخ عن طريق العرقين التي أبقيت، يقول أسعفني، أريد دم، لأن الدم ما يروح، ما يذهب إلى الرأس، أو عفواً يكون أسفل، المخ الرأس هو الذي يرسل لأنه انقطع الدم عنه، فيبدأ الدم تلاحظون يخرج، هذا الدم المسفوح يخرج بقوة، القلب يرسل، يريد يرسل الدم لمن؟ يرسل للمخ للرأس، وهو يطلب خلال العرقين الباقيين أسعفني حتى يخرج ينتهي الدم. يقول هذا في حكمة، لأن بقاء الدم في البهيمة يفسدها، ولذلك لو أن الإنسان وقد جربه البعض قطع الرأس كاملا ما خرج الدم بهذه القوة، انقطعت وسيلة الإرسال من المخ إلى القلب، فيبقى الدم في العروق ويفسد اللحم. هذا اكتشف العلم الحديث، وقد قال فعله النبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. كم من الأموات أمامنا، والله توفي والدي رحمه الله ونحن نشاهده، ما نملك شيء. نعم، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هنا فلولا إن كنتم
غير مدينة، ترجعون إن كنتم صادقين. قبل 4 سنوات تقريبا في أحد الزملاء وهو مدير جامعة الآن، جاء من الإمارات وهو في سيارة مع أهله وبعض أولاده، وخمسة من أولاده في سيارة خلفه، يقول انقطع الاتصال بيننا، المسافة قريبة، يقول فرجعت عرفت أنه وقع مشكلة، يقول يتصل بالخمسة كلهم ما حد يرد. فلما جاء فإذا الأولاد قد دخل السيارة مع سيارة كبيرة شاحنة، هو الذي أخطأ صاحب الشاحنة، ودخلت السيارة كما تعلم. يقول جاءت بعضهم ما مات، هذا الشاحن أنا سمعته، أنا ذهبت تعزيته تو يعني. يقول فتذكرت هذه الآية، أمامي يموتون ما أقدر أفعل شيء، ليس هناك مستوصف قريب ولا طبيب قريب، وأولادي خمسة يموت الواحد تلو الآخر، وأنا أنظر وأتذكر هكذا يقول هذه الآية، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها. قال والله ما أقدر أرجع، حتى ماتوا عن آخرهم، جبر الله مصابهم وغفر لهم معظم. نعم هذه آيات، جاءت هذه الآيات لإقامة الحجة على كفار قريش. أنتم تقولون ليس هناك بعث، طيب نريد منكم شيء واحد فقط، سياق الآيات أنكم تمنعون الموت، هل تستطيعون أن تمنعوا الموت؟ لا يمكن. فالشاهد يقول الله سبحانه وتعالى لم تنكرون البعث، لا تؤمنون به، نريد منكم شيء واحد فقط أنكم تمنعون الموت، إذا شفت واحد يعاني من سكرات الموت أوقفوا الموت، هل يستطيعون؟ كما تحداهم لبيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن الذي نتحدث عنه الآن، قال تأتوا بالقرآن مثل القرآن، ما استطاعوا. قال في سورة هود 10 سور فقط، نبي منكم 10 سور ما استطاعوا. آخر ما تحداهم بسورة، في سورة البقرة وفي سورة يونس، يأتي بسورة مثله، يعني سورة أقصر السور إن أعطيناك الكوثر فقط، يأتي مثله. ولما جاء مسيلمة والأسود العنسي أراد يعارض القرآن، جاء بكلام يضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، لا يمكن. فكذلك هنا يتحداهم أيضا لإقامة البعث أنهم بس فقط يمنعون الموت، لا يمكن. وهذا يجعلني أؤكد أيها الأحبة مرارا على قضية في نقاش الناس، أن تتسع صدورنا للنقاش، أول من نناقش أبناءنا نحاورهم. اليوم هذه الأجهزة التي بين أيديهم يا أحبتي والله فتنة فتنة، إذا لم نحصن أبناءنا تحصين كامل بالإقناع ليس بالقوة والحوار، إذا كان الله جل وعلا فقط في هذه السورة واحدة من السور كيف الحوار هؤلاء، محاولة إقناعهم، محاولة هدايتهم، فكيف بابنك؟ الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين جميعا، لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد من أول إلى آخر ما نقص في ملك شيء، بينما نحن الواحد إذا الوالد ابنه ما اهتدى يتعب، إذا رأى أي إنسان على ضلال يتعب. فلنتتسع صدورا، لأني لاحظت من بعض الأبناء هداهم الله يقول أن والده ما يستوعبه، أمه مات أنا أبوك بس، قال صحيح أنت أبوي بس لكن ما يكفي كذا، أقنعني حاورني أو خذه لمن يحاوره، لأن قد يقول بعض الأباء أنا ما عنده قدرة، خذه لمن يحاوره. فمرة أخرى يعود هذا الجانب في هذه الآيات، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. بعض العلماء يقول هو قرب الله جل وعلا أي بعلمه وإحاطته ورعايته، والقول الآخر واختاره شيخنا الشيخ ابن عثيمين أن المراد بهم الملائكة، أن نحن أقرب إليه منكم أي الملائكة، لأن الملائكة هم الذين يحضرون لقبض الروح، وعبر عنه لأن الله هو الذي أرسلهم. قال قد يقال هذا هو تأويل، يقول الشيخ قل لا ليس بتأويل، هذا تفسير وسياق والدلالة تؤكده في هذا.
قال: فإن قال لك أحد: هل أنتم تحرفونها عندما تفسرونها بأنهم الملائكة؟ نقول: لا، بل فسرناها بما يقتضيه الظاهر. ولأن الله سبحانه وتعالى، لأن المراد هنا قرب المكان، والله جل وعلا في السماء. هو صحيح معنا بعلمه ومعنا وإحاطته، كل هذا صحيح، لكن هنا قال قرب مكان، والله لا يكون في هذا المكان. إذن نفسرها بدلالة الأدلة الأخرى أنهم الملائكة. فحتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فهذا تفسير جميل من شيخنا. ثم ختم السورة بثلاث حالات بيّنهم الله جل وعلا: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. هنا ثلاثة أصناف: مقربون، أصحاب اليمين، أصحاب الشمال، وهم المكذبون الظالمون. كما بدأ السورة في المقربين أصحاب اليمين وأيضا الكفار، ختمها بثلاثة أصناف، ومر معنا هذا: فروح وريحان. ما هو الروح هنا؟ قيل: أي راحة المؤمن، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: فإما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الروح هنا فسر بمعنيين: فسر بمعنى الراحة، لأنه كما ورد في حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرت عليه جنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح والمستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا. الموت يريح من نصب الدنيا، الدنيا لقد خلق الإنسان في كبد، والعبد الفاجر، تأملوا هذا الكلام النبوي، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. حتى الشجر تستريح من العبد الكافر. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المستريحين. ولذلك فسرها النبي بعض السلف المفسرين أنها فروح، أي قالوا الراحة، أي أنه سيرتاح. وقيل المقصود بها الرحمة، كما قال يعقوب عليه السلام لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمة الله. وفعلا تحقق لهم ذلك. وهنا قال العلماء: الأولى أن نفسرها بالرحمة، فيدخل فيها المعنى الأول، وهو أنه مستريح، لأن الرحمة رحمة الله أشمل من ذلك. فكلما كان إذا جاءك تفسيران ووجدت تفسيرين، فوجدت تفسيرا خاصا وتفسيرا أعم، وليس هناك دليل على حصره على أحدهما، فاختر الأعم، فالخاص يدخل في العام هنا، وهذا هو الأولى. فروح وريحان. الريحان أيضا فسر تفسير خاص وعام، فسر تفسيرا خاصا هو بالريحان المعروف، زكي الطائر الرائحة، لأن الناس يحبونه فمثل به، ليس على دليل الحصر. وقيل: لا، الريحان هو كل ما يسر النفس، وليس خاصا بالريحان الرائحة الطيبة، بل كل ما فيه راحة النفس ولذتها من مأكول ومشروب، من مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح ومشموم، فهو يدخل في ذلك. إذن تفسيرها هنا وهو الأقرب، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم فلا تدري نفس ماذا أخفي لهم من قرة أعين. فإذا نقول هنا: إذا الريحان هنا لا نحصرها بالمعنى النبات المعروف، فهو داخل فيه، لكنه أشمل كل شيء يبهج النفس ويرح نفسه يدخل. قالوا في معنى الريحان، قالوا: ولعل معنى الريحان الشجرة هذه مأخوذة من المعنى الأصلي فسميت الريحان، والله أعلم.
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يكفي هذا السلام. إذا جاء السلام من الله جل وعلا صلّم عليه الملائكة فهنيئا له. وأما إن كان من المكذبين الضالين وهم الذين آخر صنف ذكرهم فنزل من حميم، نسأل الله العافية، هذا نزلهم يوم الدين، فنزل من حميم وتصلية جحيم، هذا يستقبل تستقبله الملائكة بتبشيره بهذا العذاب والعياذ بالله. فإذا الإنسان أعطاه الله مشيئة في الدنيا، نعم مشيئة الله جل وعلا وما تشاءون إلا إذا شاء الله، لكن أيضا أثبت لنا المشيئة، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، هذا هو الجزاء والنهاية. ثم يختم السورة: إن هذا لهو حق اليقين. قال العلماء: العلم على ثلاث درجات تصاعدية، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. قالوا علم اليقين نأخذ في هذا الدرس، علم اليقين أن يكون قرأ الإنسان أن فيه اليوم درس، جاءته رسالة من المسجد أو من الموقع، هذا علم اليقين. عين اليقين أن إذا جاء وشاف الإنسان يلقي الكلمة ومشى، وحق اليقين إذا جلس وسمع، وهكذا. هذا تمثيل ذكره البعض. إذن العلم ثلاث درجات، فلنحرص على حق، وكلها في القرآن: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم ثم ترونها عين اليقين. وهنا وفي سورة الحاقة عين اليقين أو حق اليقين عفوا، فورد هنا حق اليقين وهو أعلى درجات العلم. وأخيرا ختمها: فسبح باسم ربك العظيم. لا شك يسبح كما ذكر العلماء تنزيها له عما يقوله الظالمون بجحودهم وكفرهم، فننزه الله جل وعلا. وإما تعجبا من أمر سبحان الله، يعني ما كل هذه الأدلة والبراهين يبقون على تكذيبه، فتقول سبحان الله سبحان الله، تنزيه الله جل وعلا. وأيضا قالوا: وإما هو شكر لله جل وعلا أن بين الحق لنا فننزله عما لا يليق به. وكل هذه المعاني صحيحة. أختم بوقفات سريعة ثم أرجع الموضوع الذي ودعتكم به، أسأل الله أن يبارك في الوقت. الهدايا المستنبطة من هذه السورة، وأكد ما ذكرت أن الله جل وعلا يقسم بما شاء بنفسه وبأي شيء مخلوقاته، والمخلوق لا يجوز أن يقسم إلا بالله جل وعلا باسمه أو بصفة من صفاته. القسم بالنجوم دليل على عظمة النجوم وأثرها، ولا تزال مع تقدم العلم الآن تبقى النجوم مؤثرة ونحتاج إليها دائما، فدليل على عظمة الله جل وعلا وبالنجم هم يهتدون. أيضا القرآن لا يفهمه إلا القلوب الطاهرة. هنا كلمة مهمة جدا في لابن حجر رحمه الله حول القرآن، يقول البخاري رحمه الله في قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، قال: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن المؤمن. قال ابن حجر: والمعنى لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به وأيقن بأنه من عند الله فهو المطهر من الكفر، ولا يحمله بحقه إلا المطهر من الجهل والشك لا الغافل الذي لا يعمل. هذا كلام الإمام البخاري وشرح الإمام ابن حجر رحمهم الله جميعا. فالقرآن بقدر طهارة القلب نفهم القرآن، نزله على قلبك، فكما أن الماء بقدر صفاء هذا الإناء وخلوصه يكون الماء صافيا، وإذا وقع في شيء تلوث الماء، فكذلك قالوا القلب كلما يكون صافيا يكون أكثر فهما للقرآن، نزله على قلبك، وإذا اختلطت بالآثام والمعاصي ضعف فهم للقرآن. القرآن نزل من عند الله ولم تأتي به الشياطين وما تنزلت به الشياطين كما يدعون. القرآن محفوظ من التغيير، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
القرآن كله عدل وأحكامه كله عدل وكلها صدق. حرمة المداهنة في دين الله، واليوم كما قلت قبل قليل كثر المداهنون في دين الله جل وعلا بدعوى تقريب الدين للناس. لا يا أخي الكريم، الدين ليس ملكك، الدين لله. إذا كان الإنسان لا يجوز له أن يظلم في هذا العود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان عودا من أراك، عود من أراك، فكيف بالذي يتنازل في دين الله؟ هل هو ملكك؟ ليس لك حق تصرف فيه. إذا كان من أخذ شبرا من الأرض بغير حق يطوق بها يوم القيامة من سبع أراضين، سبع أراضين. أحد القضاة جاءه خصمان، قال أحدهما ادعى على أن أخاه قد تعدى عليه جاره، فقال أخرج أرى الأرض. فلما رأى الأرض اتضح له أن أحد الجيران قد تعدى، وكان في حجر كبيرة. قال للمتعدي احمل هذا الحجر. قال الله يسامحك يا شيخ، من يقدر يحمل هذا الحجر؟ قال ما تقدر تحمل هذا الحجر اللي ما تعدى متر فيه؟ قال لا لا ما أقدر. قال كل هذه المساحة اللي أخذتها من جارك ستتطوق بها من سبع أراضين، تقدر تحملها؟ قال لا لا يا شيخ فكني فكني، أعطه إياه بس احكم بها. لا خلاص، معنى جميل جدا وذكاء من هذا القاضي. ما جلس قال حتى يقنعهم، قال احمل هذه الأرض، كيف ستحمل هذه القطعة اللي أخذت من جارك؟ فإذا كان واحد تعدى على شبر من الأرض يطوق بها يوم القيامة، طيب يحملها، طيب فما بالك الذي يتعدى على دين الله؟ ليس ملكه، ليس حقه، هذا دين الله لا يجوز التصرف فيه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أيضا الموت نهاية كل حي في الدنيا، ويكون بعد ذلك الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. أهمية التسبيح، فأكثروا من التسبيح. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، أختم بها الكلمة قبل أن أدخل الموضوع الآخر، عجيب الشيخ عبد العزيز رحمه الله يا أخوتي، إذا غضب على شخص كان عث اللسان، كان كثير الذكر، كان وهو يفتي ويتكلم يسبح، إذا غضب قال سبح سبح، هذا أشد ما نسمع من الشيخ، سبح أي نزه الله جل وعلا. مسألة تعويد، يعود الإنسان نفسه على الكلام الطيب ويستفيد. أخيرا الحديث معاذ السورة عظيم، أختمه بما وعدتكم به: أوصي بهذا الكتاب لمن أراد أي شيء حسب ما اطلعت عليه عن القرآن. هذا الكتاب اسمه جمال القراء، فصول في آداب أهل القرآن الكريم، تأليف الدكتور إبراهيم ابن صالح بن عبد الله الحميضي، وأنا أعرفه طالب علم متمكن، وهو في قسم التفسير في جامعة القصيم، وألف هذا الكتاب وقد رجعت إليه مرارا، قل أن أحتاج لشيء يتعلق بالقرآن إلا أجد بحثه، وذكر أقوال العلماء ورجح بلغة سهلة. اسمه جمال القراء، موجود في المكتبات، هذه عندي أمامي الدار التي طبعت، لا أحب أذكر مثل هذه الأشياء حتى لا يفهم على غير ما أرد، يجده في أي مكتبة من المكتبات أو على الموقع الشبكة للدكتور إبراهيم الحميد. أنصح بأن أكون عندك في البيت، ستحتاج أشياء، ذكر مسائل دقيقة جدا، ذكر مسائل تقبيل المصحف، مسألة وضعه خلف الظهر، آداب القراءة. اليوم الذي قلت لكم سأحدثكم فيه باختصار شديد، ما حكم مس المصحف للمسلم للمحدث؟ في بحث جميل جدا للشيخ الدكتور عمر السبيل إمام الحرم سابقا رحمه الله، ابن الشيخ محمد رحمه الله، بحث جميل اختصرنا منه ما يناسب الوقت عن مس المصحف، وعنوان حكم مس المصحف بلا طهارة، من أراد أن نرجع إليه يجد على الشبكة العنكبوتية، حكم مس المصحف بلا طهارة، الدكتور عمر بن محمد السبيل رحمه الله إمام الحرم. أما الحدث الأكبر، لا يجوز أن يمس المصحف، أجمع العلماء لأنه لا يجوز من فيه حدث أكبر أن يمس المصحف،
في مخالفة للظاهرية لا يلتفت إليها. أما الحدث الأصغر، الحدث الأكبر المراد بها الجنابة، الحيض، النفاس، هذا الحدث الأكبر. الحدث الأصغر أين كنتان على غير وضوء، فليس حدثا أكبر. اختلف العلماء على قولين. القول الأول هو قول الجمهور، وبعضهم نسب إلى أنه إجماع الصحابة كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وسعيد بن زيد وسلمان الفارسي وغيرهم رحمه الله رضي الله عنهم، قالوا لا يجوز أن يمس المصحف إلا وأنت طاهر، أي من الحدث الأصغر. وقال به عدد من التابعين أيضا، واستدلوا فقط استثنى العلماء الصغار الذين قالوا لم يبلغوا من أجل تعلم القرآن، غير أنهم لا يأثمون لأنهم لم يبلغوا، أيضا والدهم لا يأثم إذا كان من باب التعليم ومحفظ القرآن في الحلقة لا يأثم، قالوا لأننا لو أخذنا بهذا لحرمناهم كثيرا من القرآن. فاستثنى بعض العلماء وبالذات المالكية أن الصغير يجوز أن يعطى المصحف ولو كان على غير طهارة، مع أن الأفضل أن يعلم ويربى على الطهارة. استدلوا في أدلة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. طيب أين الدليل؟ ألم نقل قبل قليل إنه هذا في اللوح المحفوظ والملائكة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية نعم، لأن ممن قال بوجوب الوضوء أنه فيه بالإشارة، إذا كان الملائكة لا يمسونه إلا وهم المطهرون فهي رسالة وإشارة للمؤمنين أن لا يمسوا المصحف إلا هم على طهارة، هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وأيضا في حديث حكيم بن حزام لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يمس القرآن إلا وهو طائر، وقد ورد بعبارات كثيرة ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. فالشاهد أن هذا من أقوى الأدلة أنه لا يمس القرآن إلا وهو طاهر. قالوا ويشمل القرآن كله على القول الراجح حتى غلافه إلا العلاقة أو تأمسكه بشيء، وبعضهم قال لا، المقصود به ما داخل الغلاف، ولكن الأول أرجح والله أعلم. القول الثاني أنه يجوز أن يمس المصحف إذا كانت طهارة من الحدث الأصغر، واستدلوا ببعض الأدلة وكلها تابعتها أدلة ضعيفة لا تقوى على الاحتجاج، قالوا وتخالف الإجماع السابق، طبعا الإجماع السابق. ولهذا يقول الشيخ إبراهيم الشيخ عمر رحمه الله بعد بيان قولي العلماء في حكم مس المحدث مصحفا، بعد بيان قولي العلماء في حكم مس المحدث حدثا أصغر لمصحف وأدلة كل قول وما أورد عليها من اعتراضات، ظهر لي رجحان قول الجمهور بتحريم مس المصحف إلا على طهارة، ثم ذكر الأسباب والأدلة على ذلك. طيب، هل يجوز قراءة القرآن لمن عليه حدث أصغر؟ لا إشكال، بالإجماع يجوز تقرأ ظهر قلب، لا حرج في ذلك. الجهاز الجديد الآن الجوال ولا الآيباد في مصحف، هل هذا يعتبر مصحفا؟ في خلاف، والقول الراجح أنه لا يعتبر مصحفا، وأذكر ممن أفتى بذلك شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل، قالوا كالانعكاس المصحف في المرآة، كان لو أن واحدا جاء بالمصحف ووضعه أمام المرآة، جاء واحد ومس الذي في المرآة، نقول هذا ما مس المصحف، هذا هو المصحف مثلا إذا كان المصحف بيدك، أما ذاك الانعكاس فلا يلزم له الطهارة. قال كذلك الجوال، فالجوال الحقيقة أنه لا يعتبر مصحفا، إنما هو انعكاس. طيب، دخول المصحف الحمام في المصحف لا يجوز ومع الإنسان مصحف إلا إذا خاف عليه. طيب دخوله بالجوال، قالوا الجوال عندما تغلقه لا يكون في مصحف، يكون في إشارات، فيه رموز تذهب، فليست الصورة التي خرجت لك وأنت تقرأ هي الموجودة محفوظة، لا، معروف عند أصحاب وخلاص هذا تركيبة الكمبيوتر والجهاز الحديث، فلا حرج في ذلك. طيب، الحدث الأكبر هل يجوز؟ الحدث الأكبر لا يجوز قراءة القرآن، نحن نتكلم عن قراءة القرآن، هذا قول بعض العلماء. والقول هناك من فرق بين الجنب والحائض والنفساء،
والقول الراجح أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن وهو على جنابه. وقال شيخنا الشيخ ابن جبرين: إلا إذا كان دعاء وافق آية وقصد به الدعاء. واحد يدعو ينام: ربنا لا تزغ قلوبنا، ما قصد التلاوة. فإذا كان قصد الدعاء لا التلاوة فلا حرج. أما النفساء والحائض لطول المدة فيجوز أن تقرأ على القول الراجح، لأنها يطول مدتها. النفساء قد تجلس 40 يوما، الحائض كل شهر قرابة أسبوع. فالقول الراجح من القولين أنه يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن حفظا أو بالمصحف بحائل، أي لا تمس المصحف، اتفقنا على أنه لا يجوز أن تمس المصحف، أو بالأجهزة الحديثة. وهذا الحقيقة فرج بالنسبة للأخوات أنها تقرأ بهذا الجهاز، ولا أحتاج حائل ولا غيره، ولا يعتبر مصحفا على القول الراجح. هذه كلها من المسائل التي تبين ويقع فيها البعض ويسأل عنها. ومع ذلك تعظيم القرآن أيها الأخوة يكون بالقلوب. من الأخطاء التي أنبه إليها كثيرا وتقع حتى في هذا المسجد أن يوضع المصحف خلف الظهر. أنا ما أتكلم عن هذه المصاحف التي أمام، هذا فاسد وعازل. وقد سألت بعض علمائنا ممن يصلي معنا وقال: ما دام الفاصل موجود فلا حرج، لكن يضعونها خلفهم تماما. فلننتبه لهذا. الشاهد إذا عظمنا الله جل وعلا عظمنا كتابه، وإذا عظمنا القرآن التزمنا به وتدبرناه وعملنا به. أخيرا، تقبيل المصحف في 5 أقوال أو 4 أقوال، ولكن رجح شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز لأثر عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه يجوز، وإن كان البعض ضعف هذا الأثر وقال إنه منقطع. ولكن قال الشيخ: لو أن المصحف سقط من مكان أو غير ذلك فإنك تأخذه وتقبله، لا حرج في ذلك من باب تعظيمه وتقديره. وبعضهم قاسوا على الحجر الأسود، ورد الآخرون قالوا أنه لا قياس في العبادات. ولكن أختمها بفتوى الشيخ عبد العزيز أنه لا حرج في ذلك، خاصة إذا وقع أمر قد يفهم منه انتقاص القرآن في سقوطه على الأرض أو غير ذلك، فأن تقبله. وخاصة قال الشيخ لأثر الذي ورد عن عكرمة أنه كان يضعه على وجهه رضي الله تعالى عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.